الفتى عبد الرحمن طالب في الصف الثالث عشر توجيهي، كان قد غادر المدرسة ذاهبا إلى بيته، وأثناء عودته إلى البيت كان هناك جيش الاحتلال مقتحم أحد أحياء سلواد، فكان هناك إطلاق نار بشكل عشوائي ما أدى إلى استشهاد الفتى. طبعا إجراءات الاحتلال بحق سلواد منذ قبل 7 أكتوبر وزادت في 7 أكتوبر بعد 7 أكتوبر من إجراءات وإغلاق الطرق الأساسية بالسواتر الترابية واعتقالات يومية واقتحامات في النهار وفي الليل لسلواد.